السلام عليكم، تحياتي متتبعي قناة مستفلوك. أنا كان هدي هاد الطيساخيس، هادي الناس اللي هما ما قادرينش يخرجوا من ديورهم. أنا جيت كنقلب أنا على كاليبتوس لأنه أحسن دواء اللي كينقي الأنبوب التنفسي من النيف حتى الرية. وكنتلاقى بعض الأصدقاء اللي تبعوني ورحبوا بيا وهذا الجمال وتبعوني. ها هما كتشوفوا انا غادي، انا لقيت هنا في الوزيرات دافع الساعه هذه نورمالمون تي مع 8 كيبقاو يصوني، كل شيء صوني، كيحييو الاطباء والفرملي اللي هما صامدين وغف هاد الحزات. انا مع الاصدقاء هادو كنحييوكم، كندوزو في هاد الربيع ما نعرفوش شي الفعاش شي سخط شي عقرب لي والو، ما عارفينش فين غنجمعو. كانوا الهدف ديالنا هو نقطعو شويه ديال الكاليبتوس للناس الاصدقاء ديالنا باش نعطيوها لهم. هادشي خطر كيبان لي حيت كاين الشوك. كانوا انا غادي نحاول نقطع شي حاجه، لان قالك دواء الكاليبتوس، الكاليبتوس هي الزيت ديالها كينقي كيطهر الانبوب التنفسي. شوف المنظر، فعلا انا كما كتشوفوني حامل هاد الكمامه مكتوب فيها احمي نفسي لاحمي غيري، واللي نورمالمون هاد الكمامه درتها سهله كتقام تقريبا بالسنتيمات، وفيها رساله تحسيسيه بالخطر اللي حنا فيه باش تنساو ما يعرفوا. وفوقيتها ما قل من جوج دقائق انت قدها. هذا الكلام ما كتعتمد على كلينكس الداخل اللي كتبت فيه هذا الاعلان التحسيسي، وضربتها كلها سكوتش، مغطيها كلها سكوتش من هنا من اللور قدام ومن اللور. يعني شي واحد الا جا كيهضر معايا غادي ما غاديش يدخل عندي ديالو، الهواء ديالو ما يدخلش عندي، والهواء ديالي انا ما يخرجش عنده، لانه حتى هو من الداخل درت له سكوتش كما كتشوف. هادي جات تحييكم، هادي جات تحييكم، هي من عارف ما الشجيعه، هادي الشجيعه ديالهم، جات تحييكم. انا ما كنعرفش من النوع ديال المعيز هذا، واش الرومي ولا البلدي ولا هذا هو اللي كيعطي الحليب بزاف، مع ان جات يتضامن معكم. انتوزيس كما قلت لكم، ها هي معنا بالسكوتش، واليد ديالها بالسكوتش اللي غادي يمشي حتى للودن والسكوتش، ومن هنا حتى هو بالسكوتش. شوف كله سكوتش كيحمي هاد احمي نفسي لي احمي غيري. وجميل، حنا نورمالمون تي هادشي هذا فرضاتو علينا فرنسا، لان الدوله الفرنسيه كما قلت في الفيديو اللي فات ما كاينش الكمامات في السوق، واقترحت على الناس يصنعوهم، على الناس يصنعوهم. وانا كفاعل جمعاوي حاولت هاد الكمامه اللي غادي نصنع كما قلت لكم تكون عندها واحد توصل هاد تحسس بخطورة هاد الوضعية، وتساهم باش الناس تا هما ينخرطوا في هاد التوعية هذه، وينخرطوا في هاد التضامن هذا، وينخرطوا في هاد صناعات ولا اختراع ولا ابتكار كمامات، ويعرفوا بأنه ملي كيبغي يحمي نفسه يعني خصو يبقى في دارو. مالي كنتمنى ان شاء الله يكونوا في المدن المغربيه وفي البوادي المغربيه يكونوا تحاليل ديال الدم، لان التحاليل ديال الدم كيعرفوا بالانسان اللي هو مريض قبل من ديك 14 يوم، قبل من فاز 14 يوم يكون قاس اللي قاس. انتوزيس كنتمنى هذا التحاليل، هذا الميساج هذا يوصل لابعد مدى، يساهم اي واحد شافه باش يوصلوا لابعد مدى، وبغينا يوصل لسيدنا، وبغينا يوصل الناس مسؤولين بالصحة، لأن الطريقة اللي داروا تبارك الله استراتيجية واعرة زوينة بزاف، تميزات على الصعيد الوطني الدولي، وحنا كنفتخروا كمهاجرين عايشين أمانة
عايشين في اسبانيا وحصلنا في هذا سد الحدود انتونسيس، كنفتخروا ملي كنقول لهم احنا بلادنا فيها تقريبا حالات قلال والاستراتيجيه اللي دار المغرب زوين. كانوا التحاليل راها ضروريه، التحاليل خصها تعمم بجميع بوابات المدن، يكونوا خارجين الناس بوابات المدن اللي غيخرجوا غادي يدخل، بوابه في الازقه اللي غيخرج خصو اي واحد كيخرج خصو يدار له التحاليل باش نعرفوا واش غادي يقيس اللي برا ولا عندك يقيس اللي عنده لداخل، ونعرفوا ما سيتان 14 يوم عادك نشوفوا تفجر هذاك وتقاسوا عديد الناس كما وقع في حالات في الريش كما وقع في الناظور في ديك العزاء الناس ما عارفينش. وحنا هنا دابا في اوروبا راه كتخاف من اي واحد كتواصل معاه، كتخاف من اي واحد كتتصل به. تونسيس دائما كتحاول تبعد منه ودائما كتحاول تكون ماكسيموم ديال باش ديال الحيطه والحذر. شوف سبحان الله، انا ملي كنقرب عندهم غادي يقربون عند كيهربوا، وملي كنبعد عليهم كيجيو عندنا. اذا نعطيكم فكره على هذا الكاليبتوس اللي ما كيعرفوش، هذا الزيت ديال الكاليبتوس هو زيت مهم والحمد لله موجود عندنا في المغرب وموجود في اسبانيا وفي المغرب، فرنسا ما كاينش، ما لقيناش فرنسا بالحق. موجود في فرنسا كاين الغابه ديالها موجود فيها التايده وفيها البلوط، بيرو هذا موجود بزاف في هذه المنطقه هذه بالضبط اكزاكتلي في هذه المناطق ديال الاندلس ديال اندلسياسي، كاين في خارج ديال الفرونتيرا، كاين في ديال كاديس هنايا، وكاين هنايا في الخسيرات موجود بزاف في انتونسيس. هذا في حد ذاته هذا دواء راه بالتناول ديالكم كتشدوه، هذا عنده جوج ديال الاستعمالات، اما كتشدوه وتبخروه مع الماء داك البخار ديال الماء كيبقى طالع، يعني كديرو كيبقى طالع في النيف ديالك، ولا كديرو غير في كوكوت وطيبه مزيان وديك الريح كتبقى تدورو في الدار، دورو في الدار باش الناس كيشمو، حتى اللي في الدار كيشمو ديك الحبة هذا الا كان كلشي مجموع في البيت، وديك الفابور كتطلق في ديك البيت وغادي يستافد الجميع الا كانت الباب مسدودة بيرفكتو. انتونسيس هذه الحالة الأولى اللي ديال كيفاش تستعمل هذا يا خو. كاين حاله جوجه انا نمشي ديك الثالثه نمشي شويه، وكاين الحاله الثانيه هي كتجيبو وكتحرقو وكتشمو بحال الا كتبخر به وكتبقى تشم ديك الريحه ديالو، فهمتي؟ هادو هما جوج ديال الحالات اللي توصلنا وبحثنا